أحمد سعد يكذب سمية الخشاب وينشر وثيقة تراكمها. كذب الفنان المصري أحمد سعد رواية الفنانة سمية الخشاب حول رفعها قضية خلع ضده، وذلك عبر نشر وثيقة تراكمها. فقد نشرت صحيفة الوطن صورة لقصيمة تراك سمية الخشاب منسوبة للمطرب أحمد سعد، يؤكد فيها تلقي لسمية الخشاب دون حضورها بتاريخ 30 مارس 2019، ليقطع الطريق على حديثها عن رفعها قضية خلع ضده. كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب بعد زواج دام لعميل صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين. لتخرج بعده مباشرة الفنانة سمية الخشاب وتعلن من خلال المذيعة بوسي شلبي التي استضافتها في برنامج أحلى النجوم أنها رفعت قضية خلع الانفصال عن أحمد سعد، ولمحت إلى إساءة معاملتها وتعديها عليها بالضرب. يشار إلى أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفل بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017 في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.